لحظة، هذا الكائن اللي في الصورة قصته غريبة جدا، الميركات أو قط الصخور أو السرقة أو حتى لو بدك تسميه تيمون للي شاف أسد الملك، وهذا بيعيش كمان في إفريقيا. هلأ بالعادة الذكر ريحته مقرفة جدا، لكن الميركات الأنثى لازم تتزاوج على الأقل مرة كل 6 شهور أو بتموت. الأستروجين حيتراكم عندها وحيسبب لها فقر بالدم، وهتبدأ تخسر خلايا الدم الحمراء عندها، وجسمها حيبدأ بالانهيار، وإذا فعلا ما تزوجت فكل أعضائها بيوقفوا وبتموت. الأنثى بتعرف هذا الشيء عن حالها، فلأول مرة في تاريخ الكون هتلاقي الأنثى هي اللي بتركض ورا الذكر بدها تتزوج، وبتضلها تبحث عنه في أمل إنها تتزوج عشان تعيش. وإذا هذا الشيء صار فهي هيك بترجع للمربع الأول، وعندها 6 شهور ثانيين تقدر تلاقي فيهم عريس ثاني.